أنا كبرت في السن ومن حق أحترف وأمن مستقبلي. محمد الشناوي يقترب من الرحيل للدوري السعودي، تعالوا نشوف الحكاية. حالة من الجدل داخل جدران النادي الأهلي، وده بسبب قائد الفريق الأول لكرة القدم محمد الشناوي حارس المرمى المخضرم، أثار جدل كبير خلال الأيام اللي فاتت، وده بسبب رغبته في الاحتراف بالدوري السعودي زي محمد شريف وحمدي فتحي اللي مشيوا من الأهلي واحترفوا. مصدر داخل النادي الأهلي كشف آخر التطورات حول عودة الشناوي ورغبة الشناوي في الاحتراف للدوري السعودي بداية من الموسم المقبل. المصدر كشف إن الشناوي كان رافض فكرة تجديد عقده مع الأهلي، لكن بعد الجلسة المطولة مع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وافق على تجديد عقوده لمدة 5 مواسم ويتقاضى 30 مليون جنيه في الموسم الواحد، لكن بشرط أنه يحترف على سبيل الإعارة للدوري السعودي، وده بعد كلام الشناوي مع الخطيب اللي شرح لرئيس النادي وجهة نظره من الاحتراف، واللي قال الشناوي أنه عايز يحترف علشان هو كبير في السن وقرب يعتزل كرة القدم، وكده هو عايز يأمن مستقبله قبل الاعتزال، وأنه من حقه يحترف علشان هو قدم للأهلي كتير وساعد في حصد بطولات مهمة، وأنه فضل السنين اللي فاتت يرفض أي عروض علشان حبه في النادي، لكن جه الوقت دلوقتي أنه يحترف وياخد فرصته زي أي لاعب، وأنه كمان مصطفى شوبير أصبح حارس يعتمد عليه في كل المباريات وقدر يحجز مكان ليه جوه تشكيل الفريق، وبكده أزمة حراسة المرمى تكون انتهت. كمان المصدر شدد أن الشناوي تلقى وعود بالرحيل للدوري السعودي، وده على سبيل الإعارة حسب العروض المادية المناسبة للنادي الأهلي وللحارس، وإن جميع الأمور المادية الخاصة بعقد محمد الشناوي بيتم فيها التحدث من خلال مدير أعماله في ظل انشغال الحارس بخوض تدريباته التأهيلية لسرعة العودة من جديد بسبب ضغط المباريات المحلية والقارية للنادي الأهلي، وإن في عروض كتيرة من الدوري السعودي خلال الشهور الماضية، لكن رؤية الشناوي للعرض المناسب ليه جاء من أندية الوسط والتي يتقاضى من خلالها 2 مليون دولار سنوياً. أما من جهة تانية فالشناوي بيسعى ضمن طموحاته التواجد على الأقل ضمن بعثة الفريق في لقاء الذهاب أمام مازيمبي الكونغولي، وده بعد ما انتهى بشكل جيد الفترة الماضية من أداء برنامجه التأهيلي، وكانت الفترة الماضية شهدت تألق مصطفى شوبير مع القلعة الحمراء بشكل مميز سواء على المستوى المحلي أو القاري، ونال إشادة الجميع، كما كان كلمة السر في حصد الفريق الأحمر لقب كأس مصر في الفترة الماضية أمام نادي الزمالك. ومع عودة الشناوي هتكون المنافسة قوية وأصعبة بين الثنائي الفترة المقبلة، وده هيسبب حيرة للجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر المدير الفني، خاصة بعد وصول مصطفى شوبير لأفضل فورمة فنية وبدنية على مدار المرحلة الماضية، وهتكون الفترة اللي جاية في صراع قوي على مركز حراسة المرمى بعد عودة الشناوي اللي كان بيعاني من إصابة في الكتف وغاب لمدة شهور عن الملاعب.